وصلنا معاكم لملفنا الاول، وهو يعني ملف مهم للغايه. يا ريت الناس تكون قاعده ومتابعاه، وطبعا تتواصل معنا عبر صفحه سودانيه 24 لو عندكم اي تساؤل او حتى اي شكاوي. الرقابه على الاسواق في كافه المجالات دي مسؤوليه منو له الحق، وكيفيه ضبط المواد لو كانت ادويه لو كانت لحوم، لو يعني بغض النظر عن كان شكل السلع الاستهلاكيه. هنا عايزين نتكلم عن كل التفاصيل دي ونعرف مع بعض حقوقنا احنا كمستهلكين، وشنو القانون اللي هو بيحمي لنا التفاصيل دي. سعيده جدا يكون معايا داخل الاستوديو عضو مجلس المنظمه العالميه للمستهلك دكتور ياسر منغني. اهلا وسهلا بك وصباح الخير، وسعيدين بشوفه بتطلع معانا عبر صباحات سودانيه مره ثانيه. شكرا جزيلا، انا برضو سعيد جدا على هذا الصباح الجميل ويا تسنيمه الجميله، يعني انا سعيد جدا بالصباح ده. يعني الله يسعدك يا رب العالمين. في البدايه قانون حمايه المستهلك هو شنو كمدخل اول والناس كلها تكون عارفاه بتفاصيل طبعا بسيطه؟ شكرا جزيلا. نعم، لدينا قانون قومي لحمايه المستهلك تم إجازته من المجلس الوطني السابق، تم توقيعه في يوم 31 يناير 2019. نعم. والوقت ده كان إحنا اليوم 17 يعني نترحم على شهدانا وعلى شهداء هذا اليوم، دكتور بابكير والعم معاوية وعمر الفاتح النمير، فاتح عمر النمير وكلهم شهداء الوطن. الوقت ذاك احنا عندنا كل شهر ذاك كان استشهدوا. القانون ده وجيز يوم 31 يناير 2019 وقعوا الرئيس المخلوع. يعني القانون ده جاب الدم 10 سنين احنا بنناضل من اجل هذا القانون. لم يتم توقيعه الا 31 يناير بعد ان كنا في الشوارع وكان لدينا اكثر من 26 شهيد في ثوره ديسمبر المجيده. حتى الان فشلنا في ان نطبق هذا القانون، رغم ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عين امين عام للمجلس القومي او للجهاز القومي لحمايه المستهلك. نعم. بعد ان تم عرض هذه الوظيفه في الصحف اليوميه تقدم 65 شخص، تم اختيار 3 من بينهم، تم تعيين أمين عام لهذا الجهاز. لكن هذا الجهاز حتى الآن لم يملك مغر، حتى الآن لم يملك سيارة واحدة، وبالتالي الجهاز التنفيذي سابقا وحاليا، وخليني كمان أكون متشائم أقول لاحقا، لن يتم النظر للمستهلك بعين الاعتبار، لن يتم تمليك المستهلك، لأن الرأسمالية الطفيلية المتوحشة ما زالت هي سيدة الموقف، وما زالت هي التي تتحكم في حياتنا وما أكلنا ومشربنا وصحتنا وتعليمنا. للأسف والحكومة تتفرج أو الحكومات تتفرج. نعم. طب إحنا عايزين يعني زي ما دائما بنوجد حلول، وحتى لو كان تفاصيل بسيطة في أنت عدم معرفتك بالحالة وذاته بيخلق مشاكل أكثر. أنا ما فاهم إنه ممكن يكون في قانون بتاع حماية، حتى لو هو في القانون ده ما هو زي ما ذكرت هيكون عبارة عن نص مكتوب قدامي بس أنا ما أعرف عمل به أي حاجة، فبالتالي ما حيديني أي حقوق. وفي الفترة الأخيرة شفنا كثير مثلا يعني سلع كثيرة بيتم ضبطها وهي منتهية الصلاحية، وأبسط حقين أنا كمواطن بمسك هاي بشوف تاريخ الانتهاء وكده، لكن بعد ده ذاته بيقى فيه غش وفيه طرق كثيرة وفيه تفاصيل زي ما ذكرت المستهلك هو آخر حاجة أصلا. نعم، القانون واضح والقانون يعوضك حتى بعد اسبوعين 15 ما انا طالب منه ولا امشي وين نص. طيب خلينا نقرا النص عشان الناس يعرفوا. طيب ده قانون قومي لحمايه المستهلك مجاز عندنا. طيب. هنا بيتكلم في الماده 18 جيم، استبدال المنتج او اصلاح العيب او ارجاع السلعه مع رد قيمتها دون اي تكلفه اضافيه خلال 15 يوما من تاريخ فاتوره الشراء. اوكي. وذلك بناء على طلب المستهلك دون المساس باي حقوق اخرى تترتب عليه. ده قانون بيديني حق بعد 15 يوم. طيب. في اي استبدال اي منتج او اصلاح اي عيب. اصلاح عيب معناه شنو؟ معناها خدمه وسلعه. اوكي. يعني الخدمه والسلعه. اشتريت عربيه ما ادراك ما ادراك. طيب. لكن احنا ما قاعدين نعرف يعني القانون وما قاعدين نعرف نطالب. طيب. ولسه الجودي عندنا شغال ولسه يا ابن العم باركه. ايوه. والزول ما دار يشتكي. انت وشفت التاريخ بتاع طيب. الصلاحيه. نعم. طيب ما مشكله على السلع اللي ممكن تكون دي برضه مع منتجات وغيره، لكن الموضوع ابتدى انه يكون على مستوى الادويه يعني. نعم. دي حاجه نعم يعني مفترض انه هنا مش انا اوكي انت اديتني دواء منتهي الصلاحيه ورجعته لك زي مثلا خلال 15 يوم وانت اديتني مبلغ مالي انا ما داير اصلا يعني. نعم. نعم. هي اصلا تفاصيل الحاره دي حق المعرفه ذاته واحمي حقوق المستهلك. اوكي. من حقه يعرف كل تفاصيل السلع حقتك دي.
صلاحيتها، تاريخ انتاجها، تاريخ صلاح وهكذا. نحن للاسف الشديد الاجرام عندنا والمجرمين وصلوا مراحل بعيده خالص. انا جبت معي نموذج واحد عشان اوري الناس انه كيف الاحتيال وصل مراحل عجيبه جدا. ده منتج في الاسواق، طيب الناس غادي يكون كلهم بيعرفوه كده كده. منتج في الاسواق تاريخ الصلاحيه واضح جدا جدا، هو مطبوع هنا مكتوب بشكل واضح جدا جدا، ما فيه اي لبس. طيب لما كان باقي له شهر شهرين من تاريخ انتهاء الصلاحيه، معظم الدكاكين وسوبر ماركت الكبير وهايبر ماركت عرضت تخفيض سعر. هذا المجرم ما شاء الله لقطه من كل هذه الله اكبر بغالات. الحته حقت الصلاحيه دي قطعها بموس، قطعها بموس تماما. وعنده مكنه حديثه الان، العصابات تمتلك مكنات حديثه تطبع بالليزر. طبع صلاحيه جديده في القفل كمان بتاعنا. نعم كمان. نعم طب يعني قطع تم اكتشافها. طيب دي مسافر بس بيعرفها، بيلقى هنا ترى صلاحيه وبيلقى سعر خرافي، سعر معقول جدا بيشتريها ويمشي. احنا بنقول اي سلعه منتجه تاريخ الصلاحيه لازم يكون مكتوب بحبر غير قابل للازاله، ولازم يكون مكتوب واضح، ولازم يكون مكتوب في صلب العبوه. تمام يكون مكتوب في صلب العبوه، يعني ما اكتبوا لي في الغتايه ولا في حاجه ممكن تتشال اصلا. نفس الحكايه المياه الغازيه، نفس الحكايه الزيت، يكون مكتوب بمطبوع بمكنه ليزر، حبر ما بيتمسح، ويكون مكتوب واضح جدا. حتى في العبوات الملونه ايوه بيكون منحوت نحت. هنا في سؤال عندنا الان، اخر جريمه تم اكتشافها بواسطه نيابه حمايه المستهلك لشركه تمتلك 10 ماكينات، يعني ناس مزورين عندهم 10 ماكينات حديثه تطبع وتغير الصلاحيه. احنا بنقول بعد الكورونا بعد 2020 كان في كساد، بضايع كثيره باظت، بضايع كثيره نايه. شركات كبيره جدا جدا، حتى شركات بتشتغل في الصابون والمعجون والمرقه قبضت بالثابته، فتح فيها بلاغات عشان خاطرنا بدها تغير الصلاحيه. عشان كده احنا بنقول الصلاحيه ما بتكتب في صندوق برا، الصلاحيه بتكتب في طيب يعني دكتور نفس الحكايه الدواء اللي قلتيه. أيوة. الدواء اي 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 شريط طيب مش الصندوق برا، اي شريط حبوب تعاين له لازم يكون مطبوع فيه بنحت. اوكي وبنحت ليه؟ عشان ذوي الاعاقه البصريه يعرفوا يمرروا اصبعهم كده ويعرفوا تاريخ الصلاحيه، بتقول لانه هم مدربين على كده. احنا بنقول انه الانسانيه اولا في منتجات المستهلكين، صح وعندنا قانون عليكم الله ساعدونا اشتكوا، عشان ما تقول لنا ساعدونا اشتكوا. الرقم 5960 59 60. واتمنى انه اسهل ما يكون تدوروا لنا في تمام. احنا قاعدين نقول يا قاعدين نقول يا تسنيم 93.6 مع المستهلك في كل حته. فبالله ما تحرمونا من انكم تروجوا للمستهلك ولحمايه المستهلك. يا سلام يا سلام. 93.6 مع المستهلك في كل حته. تمام. ما تخزنونا في الحكايه دي يعني. اكيد معاكم ان شاء الله، ونواصل طبعا في جانب الخاص بالتوعيه. دكتور ياسر، يعني غياب مثلا القوانين ان هي تطبق، او مثلا المواطن يكون او المستهلك عارف شكل التعامل مع المجرمين زي كذا، بيخلي برضه ان هم يواصلوا في تفاصيلهم وغيره، وما شاء الله بلد ممتد وبتاع، يعني كيف برضه انتم قادرين تتعاملوا معهم؟ وين حد القانون بيصل؟ وين بيتم التطبيق مثلا؟ نعم، نحن سعيدين جدا انه الوعي الان متزايد عند المستهلكين، والرقم 5960 اصبح يتقبل حكايه 30 اتصال باليوم شكاوي طبعا نوعيه. اوكي. معظم الشكاوي الاخيره دي شكاوي نوعيه. نحن من هنا بنقول انه الزول لازم يكون يعني واعي جدا، وشعارنا ساعدنا نساعدك. يا سلام. تكفينا المعلومه. ساعدنا نساعدك بس تكفينا المعلومه. ادينا معلومه يقول والله انا ساكن الحتان، البيت الجنبي بيشتغل نشاط كذا كذا نشاط كذا 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 كذا. نحن تسنيم كان في حمله عالميه مشتركه هنا مع الانتربول، مع البوليس حقنا هنا، عندهم لائسه في ناس الجمارك. اوكي. مشينا معاهم 2016 2017 2018، لقينا الداكس الامريكي بتاع الشعر بتاعكم ده بيتصنع في الكلاكلا في بيت. اوكي. ولقينا الشامبوات بتتصنع في الصالحه، احدث الماركات العالميه. لقينا حلاوه بقره مكتوب فيها صنع في بولندا وهي مصنوعه في الحتانه وفي الجرافه. فنحن الغش حقنا نوصل مراحل. ما تفتكروا الشعب السوداني ده هو الشعب السوداني الزمان ذاك، نحن زي ما قاعد يقول الزين عثمان اجادنا تختانا، نحن بيقولوا حلوه بقره صنعوها لنا هنا بقت مطابعنا تطبع اي حاجه لاي زول من هنا. نحن بنتكلم مع اصحاب المطابع انه تحرر الله يعني في الرزق، تحرر الحلال في الرزق، وخاف الله في المستهلكين يعني.
بيطبعوا لي اي زول اي حاجه مقابل قروش. والله العظيم طلعت عندنا شركه دواء طبعت صناديق صنعه في الاردن في حوش البقر. الله اكبر. حوش البقر ده محل مطابع للسوق العربي. ايوه تسليم. يعني نحن ما عارف يعني فين جاتنا تختانا يعني احنا حصل لنا شنو احنا حصل لنا شنو احنا زول دار قروش 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 عن ابو القروش حقيقي. شنو الحكايه يعني يا اخي شنو الحكايه؟ تشع حاجة مؤسفة جدا والله، لأنه يها مسؤولية مجتمعية كلنا في النهاية. أنت الليلة بتصنع بتاخد عليه قروش ده، وفي النهاية يعني ممكن تحتاجه أنت في يوم من الأيام، ممكن يحتاجه زول قريب لك. فناس زي ما أنت ذكرت أن هي تخاف رب العالمين وتعمل بحق ويعني تراعي حاجات كثيرة جدا في وطننا السودان. طب يعني ده ممكن يكون على مستوى السلع والمنتجات. ناس بتمشي بتشتري برضو لحوم، وقت بيكون في لحوم مجمدة، في لحوم مصنعة، في غيره، في تفاصيل، والواحد بيمشي بس وبياخد وبيجي يعني. فدي برضو هل فيها مواصفات مثلا معينة، في حاجات لازم أكون عارفاها كمواطن حتى لو الناس عارفة نرجع نكرر لهم مرة تانية معرفة؟ الله شكرا يا تسنيم على السؤال. الله يسعدك. يعني رجعتيني ل 2013 عملت حملة مشتركة من الثروة الحيوانية مع ولاية الخرطوم مع الأمن الاقتصادي مع كل الجهات الرغابية، ورعت هذه الحملة المواصفات وعملوا حملات على الذبيحة الكيري. لقينا في الكدر زول بيطبح ضبيح كيري وعنده حوش وبتاع والناي، وعامل الختم بتاع الثروه الحيوانيه مزوره كمان. مزوره بشنو؟ مزوره بسفنجه، سفنجه جديده قطعها كده وعمل شكل ختم ودخلها في المحبره وبيحبر بها اللحوم. فنحن ضمائرنا غايبه لانه الرغابه غايبه والطبيعه لا تحمل الفراغ. طالما انت عندك شغل ما بتعمله والان حتى مسالخنا الكبيره شغاله لنا للصادر، معظم اللحوم الموجوده في الاسواق دي من مصطبات من محلات ما مطابقه المواصفات ومن كده. عشان كده احنا بنقول لك انه الرغابه الرسميه الحكوميه ضعيفه. نحن معتمدين على وعي المستهلك. اوكي. المستهلك بيعرف محل اللحمه وين السمحه. صح. نفس الحكايه اللحوم المصنعه. برضه فيها مشاكل رهيبه جدا جدا. تمام. بيكتبوا لك انه اللحوم 100% صافي بقري 100% وتلقاها كلها هي صح. يعني 20% لحوم و20% شحوم و20% ثلج و20% فول صويا وهكذا. نحن محتاجين لديباجة حقيقية للمستهلك، محتاجين المستهلك دي بقروشه دي يلقى حقه. ودي حتة صعبة جدا جدا. والقصة كلها ليه؟ لغياب الرغابة الحكومية. غياب الرغابة الحكومية ليه؟ لأنه عدم جدية الحكومات في حماية المستهلك. الحكومات العالية للمستهلك ده بعين واحدة. طيب. ماشي معاه كويس هي واقفة معاه. يتكلم ضد التجار، ضد المافيا الدواء، ضد كده هي مبسوطة. يتكلم ضد الحكومة طوالي تتحرك العيلة الثانية. عشان كده نحن بنقول انه حمايه المستهلك غير مرغوب في مشهد. دي حمايه المستهلك حقتنا نحن الجمعيات الطوعيه، الناس بيتكلموا بيوعوا الناس دي. حمايه المستهلك الحكوميه الرسميه اللي بتراقب الاسواق بالضبط ايضا غير مرغوب في مشهد. والدليل على ذلك حتى الان لا عندها مقر، لا عندها عربات، لا عندها. طيب دكتور ياسر، واحده من المشاهد كثير الناس بتشوفها في الاسواق بتلاقي انه مثلا في منتجات وهي بحاجات عالميه بقشطه تونه بحليب مجفف غيره وباسعار بسيطه جدا حتى بسكويتات وكده، يعني دي على عينك يا تاجر زي ما بقولوا واضحه تماما. طب ليه ما بتتم مثلا يعني حمله انه هي الحاجه تتنظف او انه تفاصيلها تحصل؟ لانه اكيد انت ما بتبيع لي حاجه زي كده بمبلغ بسيط زي ده، فاكيد في مشكله. نعم نعم. من الاول كيف بتتعامل من الاول انت كنت جبتها للتاجر المورد ده؟ انت من الاول تبيعها بسعر معقول عشان الناس طيب يشيلوها وهي كويسه في الصبت. لكن مين ما فضل لها شهر لصلحتها بفضي مخازنه بفضيها عند منه؟ بفضيها عند المحتاجين. تلقي يبيعوا لك التونه والنايد في الدردقه 3 ب10 و5 ب13 وهكذا. يبيعوا لك بسعر زي ده ليه؟ لانه ما عندنا جهه حتى الان لجنه قوميه دائمه للاباده. معظم السلع دي قاعد تبات في بطوننا نحن. الله اكبر. للاسف للاسف صلاحيتها منتهيه والزول عارف صلاحيتها منتهيه ويقول لك ما في سيم من عقب النار. وعندنا امثله كده سودانيه ضد المستهلكين وضد النا يعني في طيب بكتيريا يعني في بكتيريا النار ما بتقتلها. ايوه صح ما بتقتلها، بتمرض بتمرض انت. للاسف الشديد الضعفاء والفقراء والمساكين والمهمشين هم الاكثر ضررا بحمايه المستهلك. الحاجات السلع كلها بتتباع في سوق سته وفي استكلاك اللفه وفي صابرين والعمال يوميه، الواحد بيشتغل بعضله يمشي ياكل وجبه فاسده اسبوع يرقد عيان متسمم. ليه؟ لانه ما في رغابه وغياب الرغابه. لكن الناس اللي عندهم قروش ديل ما بيمشوا على الحكايه دي ولا عندهم علاقه بالنادي، وهم اللي بيقتلونا، هم اللي بيستوردوا، هم اللي بيجيبونا.
فعشان كده احنا محتاجين للامان، محتاجين للرغابه، محتاجين للحكومه تكون تعايل المستهلكين دي. واصل برضه في جانب بتاع التوعيه الخاص للمستهلك عشان برضه يكون عارف مسؤولياته وواجباته ومعرفه حقوقه بصوره كامله. وانتم برضه اشتغلتوا سنين طويله ما شاء الله عليكم دكتور ياسر، ربي يقويك يا رب العالمين. وتواصل برضه في جانب الخاص بالتوعيه لكل المجتمع السوداني. لكن يعني حتى الغش التجاري ده وصل لانه التسويق الالكتروني، يعني الواحد بيطلب حاجه بيستلم حاله. طب انا وبعدين في قوانين انت هتدفع قبل ما تستلم، انت خلاص انت طلبتها فما بترجع تاني. في تفاصيل دي قاعده تحصل كثيره شيء شفنا تمام. ولكن برضو يعني دائما اي مشكله بيكون في وراها مشاكل تانية، زي ما ذكرت قبل شويتين وتفضلت بالمشاكل بيشوفها حقت المنتجات اللي بتتباع باسعار بسيطه، فمشاكلها اصلا حقت انه في الاول سعرها كان عالي. الليله اغلبيه الناس مثلا ما عندها وظائف اكيد بتتجه لان هي عايزه شغل وخلاص، فبالتالي تفاصيل زي دي. نعم شكرا على السؤال ده. الله يسعدك. فعلا التجاره الالكترونيه والتجاره عبر الانترنت الان فيها مشاكل رهيبه جدا جدا. نحن كان دعونا لاجتماع للجرائم النوعيه، حتى مباحثنا هنا عارف القصه دي، دعونا لاجتماع داخل المباحث المركزيه في العام 2019 2020، وجينا نحن عشان نتكلم عن الجرائم التامه بالموبايل وبسرقات الانترنت وبالتحويلات الرصيد وقصص جديده. الاجتماع ده ما قام بعد ما احنا جينا كلنا كحضور جينا كده، ليه؟ لانه دائما المجرمين هم اعلى من الجهات الرقابيه. اوكي. وبكون في مشاكل رهيبه جدا. الان لدينا جرائم كبيره جدا جدا في حكايه تحاويل، حولت لك ببنكك ما استلمتها، استلمتها فوري بتاع كل الوسائط. الجرائم حق الذكاء الاصطناعي دي محتاجه فعلا لادارات فنيه. اوكي. الدفع الالكتروني، نحن من هنا يعني بنقدم نداء لبنك السودان انه بنك السودان يعمل لنا اداره للدفع الالكتروني، ما يكون مدير اداره، لا، يعمل لنا مساعد محافظ للتقنيه، لانه الجرائم الالكترونيه الان والجرائم التجاريه الالكترونيه بقت عبر الغرات. الان الناس بيتكلموا عن العمله الافتراضيه. العمله الافتراضيه بيتكلموا عن بيسموها الكريبتو كرنسيز، بيتكلموا عن البيتكوين، بيتكلموا عن العمله يعني العمله الرقميه. العالم ماشي متطور ونحن للاسف الشديد لسه واقفين في حكايه انه طبعا ورقه ب 1000 جنيه وفي علامات كركديه بالجنبه وفيها كده. يعني نحن دايما نقول انه الحكومه لازم تكون جاده في انها تمشي مع العالم. تمشي مع العالم، العالم الان ما فيش قروش في جيبه، ما فيش قروش في جيبه الان الناس. صح. لكن نحن لسه عندنا مشاكل متواكب التطور الحاصل على حتى النيابه الالكترونيه حقتنا، جرائم الالكترونيه للاسف الشديد معموله فقط للزول اللي بيوعي الناس وبيتكلم وبيتكلم في يناير وفي الصحافه مطبوعات وما ادراك، وكل الصحفيين مجرجرين في النيابات دي عشان الوعي وعشان التوعيه. بينما الجرائم الحقيقيه حقت النادي ما في اهتمام بها كبير جدا، ما في كده. طيب يعني دي كانت جرعه مفيده واكيد دسمه جدا من الصباح كده انه المستهلك برضه يعرف مجموعه من القوانين ويعرف مجموعه من المشاكل اللي هي قاعده تحصل، وكمان يعني انت تفضلت بمجموعه من الحلول. لكن عايزين نلخص كل ده ونركز مره ثانيه على انه انت في جانب بتاع توعيه خاص للمستهلك لازم هو يكون عارف على الاقل اساسيات عشان يتفادى، واحنا هنركز على الرقم بتاع 5960. نعم. رقم متاح 24 ساعه لاي مشكله لاي شكاوى ممكن تكون حاصلة. لكن برضو تذكر الناس مرة تانية بجوانب بتاع التوعية. شكرا جزيلا. نحن بنقول انه الغالي متروك، شعار صالح لكل زمان. تمام. لأي مكان. تمام. أي سلعة عندها بديل. بنقول غوطنا من بيوتنا، الناس يتجرب يعني يتجنبوا انه يأكلوا في المطاعم وفي الحتات دي، لأنه غياب الرغابة الحكومية. أوكي. ومشاكل البيئات رهيبة جدا جدا بتاعت المدرسة دي. بنقول انه أمسك قروشك وتعلموا الادخار، ونقول انه ما تدوا اطفالكم في مدارس قروش في يدهم. اوكي. ونقول انه الجهات الحكوميه على انها تمنع الباع المتجولين قدام المدارس، لانه ديل بيبيعوا لنا يعني سلع لاطفال صغار محتاجين حمايتهم. بنقول انه ساعدنا نساعدك، بلغ اضرب 59 60. وبنقول انه رمضان على الابواب اقل من 60 يوم. الناس يشتروا من الان حاجات رمضان ويجففوها ويخطوها ويحفظوها وما يشتروا في ايام رمضان، لانه تاجرنا جشع وما بخاف الله وجنه يغلي الحاجات في رمضان. العالم كله رمضان ده بيرخص الحاجات، نحن تاجرنا هنا بزيد الحاجات في رمضان. يلا يلا تكاتف اكيد ومسؤول. انا هل بلغت ولا مشهد؟ الله اكبر يا اخي، تسلم يا رب العالمين. وسعدنا جدا صراحه بكل الحاجات اللي انت ذكرتها. زي كل مره طبعا دائما بتكون حاجه فقره جدا قيمه. سعدت جدا بك مره ثانيه عضو مجلس المنظمه العالميه للمستهلك دكتور ياسر مرغني. شكرا. بتمنى لك التوفيق والنجاح والقوه وربنا يصبرك والله. شكرا جزيلا. نحن شاكرين والله، شاكرين لله. الله يديك العافيه. سودان 24 دائما معانا سابقا وحاليا، ونتمنى تكون لاحقا كمان ان شاء الله معك من غير تشاؤم لكن بتفاؤل طبعا. إن شاء الله. الله يديك العافية.